مساء الخير يا دكتور. حابين حضرتك الاول تعرفنا بحضرتك. انا دكتور ايهاب عطيه، استاذ طب القلب كليه طب جامعه عين شمس. اهلا بيكم. اهلا وسهلا بحضرتك. حابين نعرف اكتر عن اسباب ارتفاع الكوليسترول في الدم، وازاي نعرف لو في بوادر لوجوده. طيب، هو ده سؤال مهم جدا، لان ده من ضمن عوامل خطوره المهمه جدا للاصابه بتصلب شرايين القلب وازمات القلب، وهو للاسف ما بيعملش اعراض. يعني في ناس كتيره متهيئه انه هيعمل اعراض، ملوش اعراض، فاحنا لابد ان احنا ندور عليه. فلازم التوصيات حتى العالميه ان اي طفل من سن اصغر من 10 سنين لازم يكون حلل مره نسبه كوليسترول في الدم، ولازم مره تانية قبل ما يوصل 20 سنه. ده ليه؟ ده عشان خاطر يقدروا يشخصوا مين عنده ارتفاع وراثي بالكوليسترول. بيبقى مرض عائلي، ماشي، في العائله دي عندها ارتفاع كوليسترول مرضي بارقام عاليه جدا، وده بيبان من اول تحليل، وبيبتدي يتعالج في العالم كله بدءا من فوق سن 10 سنوات. يعني حتى لو انا شخصته اقل من كده، بستنى لما يوصل سن 10 سنوات وابتدي اديله ادويه، لان النوع ده التغيير نظام الاكل والغذاء مش هيجدي، مش هو ده الحل. الحل ان لازم بناخد ادويه قويه فعاله، ومش بس الاقراص اللي احنا عارفينها باسم الستاتينات والادويه اللي هي زي الايزيتيمايب اللي هو بيمنع امتصاص الكوليسترول، ولكن في اغلب الاحوال بنلجا للادويه الجديده اللي هي نزلت في 2015، اللي هي بتتاخد عن طريق الحقن تحت الجلد، اللي هي اجسام مضاده لنوع من البروتينات اللي الجسم بيفرزها، وبتتسبب في البروتين ده بيسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول. فلما بناخد الأجسام المضادة بنقلل نسبة الكوليسترول. فدي أدوية جديدة أصبحت متاحة وبتتاخد مرة كل أسبوعين. فاللي أنا عايز أقوله إن لازم نعرف نسبة كوليسترولنا كام، بحيث إن احنا نقدر نشوف هل أنا عندي وراثة أخد علاج. لو ما فيش هعمل وقاية عادية بقى، إن أنا أنظم أكلي صحيا، أعمل رياضة، أتابع قياس الضغط، أمتنع عن التدخين، أشوف سكري كام، دي الوقاية العادية. إنما الوراثي ما فيش تأخير، لأن إحنا كتير جدا بنلاقي مريض جه بأزمة قلبية في سن الثلاثينات، والأسرة ده جاء سن صغير، ويقعدوا يقولوا أصله كان زعلان، أصله حصل مشاكل. القصة مش كده، القصة إن هو كان عنده كوليسترول وراثي، وبقيه الاسره ما بتاخدش حذر. هنا دي بتبقى علامه تحذير، لازم يقول لاخواته واولاده وقرايبه، اولاد عمه اذا كان عنده او اولاد خال، كل دول لازم يحللوا كوليسترول ولو مره، لان اللي هيكتشف فيهم عنده النسبه عاليه هيتعالج يحمي نفسه من ان يجي له ازمه قلبيه. فدي معلومه لازم توصل لنا ان احنا نبتدي، ولها عندنا في الطب حاجه اسمها الداتش كرايتيريا للدياجنوزز اوف فاميليال هايبركوليستيروليميا. الداتش كرايتيريا موجوده لها بوينتس، منها ان احنا بناخد تاريخ المرضي لهذا الشخص وجالهم ازمات قلبيه عند سن كام، بناخد تحاليل الكوليسترول متقسمه لليفلز معينه، بناخد في بعض الناس كمان اذا كان عندهم الاثار اللي بتبان على الجسم من بره زي الزانفيلازما، زي تكوين زانثومز على الالبو او على الاكيلس تندون. فدي كلها علامات بتدي بوينتس عاليه. وفي الاخر طبعا في الجينيتك ستاديز اللي هي في مصر يمكن مش منتشره، ولكن الجينيتك ده في حد ذاته لو موجب خلاص ده بيبقى تشخيص نهائي بصرف النظر عن الموجود. ففي حاجات سهله كلينيكال تمكن الطبيب حتى الممارس العام ان يقول ان الشخص اللي قدامي ده عنده ارتفاع وراثي او احتماليه، وبالتالي اما يحوله هو لحد متخصص يعالج لو هو دي مش تخصصه، بس ما ينفعش يتساب. وما ينفعش ان انا اديله دواء تقليدي زي الستاتين بجرعه ضعيفه، زي للاسف ما بشوف كتير بيحصل في المجال الطبي. انا كده ما بحميهوش، انا كده ما اديتوش العلاج المناسب، اسمي كتبت دواء وخلاص، انا لم احمي هذا الشخص. فلازم يا اما انا عارف انا بعمل ايه، اديله وتابع ان الكوليسترول ينخفض الارقام اللي هي موصى بها في جميع العالم، وهي كلها معروفه، ارقام معروفه، ولازم اصمم ان انا اوصل للرقم ده، او ابعته لحد متخصص. انما ما سيبوش لحد لما تجيله ازمه قلبيه عند سن حاجه و30 او 40. دي مهمه جدا سؤال الكوليسترول، لان ده الناس فاكره ان هي لو نظمت اكلها، غيرت اكلها،
انا باكل صح يا دكتور، انا مش عارف ما باخدش كل ده. الى جانب ده يعني الاكل والكلام ده زي ما بنعرف مش هيفرق غير في نسبة 10-15% انخفاض في الكوليسترول، انما 85% ده الجسم بيفرزه. فلازم حاجة فعالة تنزله، خاصة لو هو من النوع الوراثي. فدي معلومة مهمة تهمنا، لازم نوصلها لكل الدكاترة، مش شرط دكاترة القلب. يعني كل اللي هيجي له مريض عايز يحمي نفسه، فدي مهمة، لان في طرق دلوقتي ان احنا نعالج الكلام ده. طب ايه العلاجات او الادوية الحديثة او الاجهزة الحديثة؟ في حضرتك الادوية التقليدية اللي بقالها دلوقتي من التسعينات، اللي هي معروفة بمجموعة الستاتينات statins، ومنهم انواع جديدة فضلت تنزل لحد ما استعملوا اللي بيسمى هاي انتنسيتي statins، اللي هي شديدة الفاعلية، اللي هي بتنزل الكوليسترول 40%، اللي هو الكوليسترول الضار المخفض الكثافة LDL كوليسترول، ولها ليميت يعني 45% في اقوى دواء فيهم. وفي مجموعه نزلت برضو بقالها يمكن 10 سنين، اللي هي بتمنع امتصاص الكوليسترول من الامعاء الدقيقه، بس دي بتنزل الكوليسترول الضار بنسبه 18% اضافه للنوع الثاني، فبيتاخدوا الاثنين مع بعض. ساعات لما يتاخدوا الاثنين مع بعض ما يبقاش كافي برضو. في مين؟ في المرضى اللي جالهم ازمات قلبيه ولازم ننزل بالال دي ال لارقام اقل من 70 ملي جرام في كل 100 سنتي دم، في المرضى اللي عندهم ارتفاع عائلي وراثي زي ما لسه قايلين، او في المرضى اللي ما يقدروش يتحملوا الادويه التقليديه اللي هي الستاتين، بيجي لهم الام عضليه، بيجي لهم ارتفاع في انزيمات الكبد. ففي مجموعه بتوصل ل 30% من اللي بياخدوا الادويه دي ما يقدروش يكملوا عليها، ولو الدكتور اصر هو مش هياخد الدواء. ففي بديل الجديد اللي نزل اللي هو الاكسمه المضاده، اللي هي اختراع يعتبر ونزل بقاله دلوقتي داخل على رابع سنه، وده في ألم زي ألم الإنسولين اللي بيديه لنفسه مريض سكر، وبيديه لنفسه تحت الجلد كل أسبوعين، وده بينزل الكوليسترول مخفض الكثافة متوسط 60% فوق أي حاجة تانية. يعني هو ممكن ياخده إضافة للأدوية التقليدية يوم ينزل أرقام قليلة جدا. واتعمل الدراسات ورت ان مش بس بينزل، لا ده هو ملوش أثار جانبية مؤذية على العضلات ولا إنزيمات الكبد، وفي نفس الوقت بيقلل أزمات القلب، سكتات الدماغية، والاحتياج لتدخل كجراحات قلب أو توسيع شرايين بيقلل منها. فدي حاجات ما كانتش موجودة زمان أصبحت موجودة. احنا متشكرين لوقت حضرتك ومعلومات حضرتك. ميرسي جدا لحضرتك. شكرا لك. شكراً.